قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. أهلا أحبائي المشاهدين، أحييكم باسم الرب يسوع المسيح، وصلاتي أنك تتبارك من خلال هذه الحلقة. بصراحة عندما تسمع كلمة أنا هو الطريق والحق والحياة، ماذا يدور في ذهنك؟ هل هذه الجملة بتهز كيانك؟ طبعا هي موضوع الخلاص، لكن من ناحية تانية موضوع المسؤولية. أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة، ورح يكون بداية هذا التعليم من الأراضي المقدسة، الأراضي الحلوة. خلينا نروح لهناك حتى نسمع كلمة الله.